إذا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سي أيوب اليوم بغى أنه ينور الرأي العام بما وقع الواحد يعني الأب ديالو الرجل الخمسين، يعني صراحة ما زعما سمعناه فهو صادم جدا. غادي نخليو أيوب يعاود لينا على القصة كاملة. الأب ديالو حسب ما جا التصريحات ديالو بأنه قالوا بأن تكرسوا على الوليد، قطعوا ليه اللسان ديالو. كيفاش السي أيوب وقع هادشي؟ واش حنا في بلاد الزيبا؟ أولا السلام عليكم، بغيت نور الرأي العام. البارح أنا كنت في أمنا، جاني الخبر باللي الوالد ديالي شدوه المتهمين باللي مشى لواحد. قلت لنا بأن درتو به شكاية، درنا به شي شكون هذا اللي درتو به شكاية؟ درنا لا درنا الوليد ديالي دار الشكايه وزين بو عبيد ومعاه العصابه ديالو. كان سرق لنا واحد الموتور ديال الماء، جاب الماء، قطع لنا واحد البلاستيك ديال التيفن، ومؤخرا دالينا البونبه ديال الماء. درنا به الشكايه للوكيل الملك، خرج الشكايه عند الجندار، ومن بعد ملي سمع بلي خرجت درنا عليه الشكايه، بقى كيتعرض للوالد ديالي حتى البارح في الليل. مشاو يعزيو عند شي ناس وكاينين شهود. ملي رجع غير بوحدو، تعرضوا ليه في الطريق بجوج بهم، ابو عبيد وزينب. مع زيد الاسماء ما نذكروهمش، تفضل. ومع ولد الخال ديالو كرفسوا عليه، بقاو كيضربوه بالموس اي حاجه جات. واش قطع ليه اللسان؟ ضربوا ملي كانوا كيضربوا كان كيغوت باش يسمعوه الناس، حيت غير حدا الدار ديالنا تقريبا ماشي 300 متر. وملي كيغوت خشى ليه الموس في اللسان ديالو، قطع ليه اللسان ودار ليه المشنقه وداوه فوق الموتور، داوه للدار ديالهم. وهادشي بطبيعه الحال شافوه الجندار، درنا به شي كيمشي. جات الدرك الملكي المقدم والشيخ، داروا التحقيق. اللي مشاو للبلاصه لقاو غير المهم هربوا، ما بقاوش. بقى غير لقينا غير ملي جيت مع الجندار للبلاصه لقينا غير الوالد ديالي والمقدم والشيخ والجندار. انا جيت معاهم وما خلاو حتى واحد يقرب عندهم باش شدو. فين الوالد ديالك؟ ملي لقيتيه اش وقع الوالد ديالك؟ لقيتو في واحد الحاله ما تصورش، واحد الحاله حزينه بزاف، واحد الحاله كله بالدم، عمر بالدم، كله كيسيل بالدم. ضربوه بآله حاده بكل شيء، اي حاجه. مهم لقيتو في واحد الحاله مزريه لا توصف. صافي ملي نمشي ما تصبحوا في الدار عندهم، وبقاو كيجروا السريفه كيبغيو يعلقوه بالسريفه وكيبغيو يشعلوا ليه العافيه. جاو الجيران لقاوه
لقاو السيد فوق فوق منه كيغتصبوا. هذا الشيء راه ماشي معقول، هذا الشيء لا يعقل، هذا الشيء وقع لهذا السيد وما عنده حتى شي كلمه عيب. عنده اللي غيهضر عليه هضر على حقه. فين غادي يمشي بنادم ما مشاش فين غيمشي يشكي الا ما مشاش عند المخزن؟ اش هذا الشكايه الاولى دار الثانيه؟ ما كاينش اللي خبالي الاخوان. واش كاين الصوت دابا؟ تنتمنى الا سمعتوا الصوت كتقولوا عليا. تنتمنى من الاخوان اللي كاين معنا هنا في اللايف انهم يشوفوا واش كاين الصوت، واش رجع دابا الصوت. طالبوا انتم ما كتطالبوا؟ تكرفسوا عليه، اغتصبونا كاملين، ماشي غير ولد عمي اللي اغتصبوا، اغتصبونا احنا كاملين، العائله كامله على مكملها اغتصبونا، وعنده الاولاد وعنده العريسات وعنده، اغتصبونا حسبي الله ونعم الوكيل. اش كطالبوا انتم؟ اختي اش كطالبوا؟ اش كطالبوا؟ كنطالبوا حقنا، كنطالبوا حقنا في هاد الناس هادو يتشدوا كاملين، كي هما كي مهم، علاش مهم كيتكرفسوا عليه؟ وكتشوف فيه وكيتكرفسوا عليه وكيتصبوه وتسمعوا الناس الجيران سمعوا الغوات ديالو وكيخشيو ليه المس فمو كيقطعوا ليه اللسان باش ما يهضرش باش ما يغوتش. وهي كتشوف واحد شاد ليه الجنوي فوق راسو وواحد كيغتصبوا وهم جالسه ليهم في الباب. ما لا يعقل اولي اخويا. شحال هما؟ شحال هما؟ شحال؟ شوف غتصبوا، كنطالبوا حقنا، كنطالبوا حقنا، حقنا من ولد عمي غتصبوه وضيعوه، ضيعوه وضيعوه في ولادو وضيعونا حنا كاملين، اغتصبونا كاملين. بغينا هذا الشيء يوصل قضيه رائعه. شحال موحد؟ شحال موحد نجمعوا على هذا السيد هذا؟ شحال واحد؟ شدوه جوج في الواد، شدوه بجوج بهم في الواد. شحال العمر ديالهم؟ شحال العمر؟ العمر ديالهم؟ ها؟ العمر ديالهم شحال؟ العمر ديالهم ما نقدرش نقول لك تكون عندهم 28 29. وهو شحال عنده؟ هو شحال عنده؟ هو عند ملطة عند ذاك السيد. هذاك السيد اللي تعرض للاغتصاب وتكرفسوا عليه هذا الناس. هذا اللي تعرض للاغتصاب غتكون عنده ديك 50 ولا هكاك. يعني هاد يعني هادو شباب تكرفسوا على واحد الراجل كبير. شباب شباب تكون عندهم 25 ديالهم وكملوا الدواء عند امهم. وهاد الشباب فايتين يا داير البا هكا، فايت داير البا ضربوا با وتكرفسوا عليه وكيردوا ليه وجهه بالدماد وكيردوا ليه لا علاقه ومشاو خرجوا ما وقع لهم حتى شي حاجه. هما مولفين هذه هي حالتهم، هما دائما كيسرقوا وكيتكرفسوا على الناس ولقاو الناس العروبيه وكيتكرفسوا عليهم. هاد السيد ضيعوه حياته، عنده خمسه سته دراري ولا سبعه، شحال الدراري؟ عنده سته دراري غير الدراري، وعلاش غيتكرفسوا عليه؟ انا كنطالبوا اخويا الحق ديالنا، كنطالبوا حق ولد عمي ضيعوه، غتصبونا كاملين، ما عندناش لوجه اللي غادي يتهز، علاش غيضيعوه؟ دابا ايوب او ايوب ولدو يعني كيفاش الحالة ديالكم اليوم منين سمعتوا الخبر؟ الحالة ديالنا لهلا يوري لك الحالة ديالنا. اللي وصلتوا الخبر راه كنتفركلوا قسما بربي، قسما بربي، ما كلينا ما شربنا ما ارتحينا. لو كان ما عندنا ولادنا مرة، أنا عندي بنتي مريضة قسما بربي، يا ما نجلس يا طنطير واخا ندير جناح. كاملين العائلة تدمرت، كاملين العائلة كانت بكاو، كاملين العائلة واكلين الشحط اخويا، كاملين العائلة. كنطلب من المغاربة، كنطلب من خوتنا المغاربة وخواتاتنا المغاربة يعاونونا على هذا الشيء. بغيت شي طبيب نفساني يدخل في الخط يعاون هذا السيد، هذا السيد مدمر، هذا السيد انا كنطلب خوتنا المغاربة يوقفوا معانا. هذه قضية راي عام، راه خوتنا المغاربة اللي غيوقفوا معانا، اللي غيوصلوا الصراخات ديالنا. اختي بغينا نعطيك واحد السؤال اختي، الحالة الصحية ديالو شنو قال لكم الطبيب دابا؟ الحالية ديالو ديال الصحية عاطيه 21 يوم، واش الاغتصاب؟ واش الضربة ديال الموس؟ واش الجرة ديال الكردة؟ واش الجرة ديال 3 كيلومتر بالموتور داروا ليه الكردة؟ وجروه غير قول لي ديال 21 يوم ديال اش؟ ديال الاغتصاب؟ ديال الضرب؟ ديال الموس؟ ديال التكرفيس؟ قول لي ديال اش؟ ها؟ قول لي ديال اش اخويا؟ وكما قلتي لنا مقطوع عليه اللسان، مقطوع عليه اللسان. واه كيخشيو ليه الزوي ملي كان كيغوت كيخشيو ليه الزوي فمو. ها؟ ديال اش 21 يوم؟ هاد السيد خاصو 60 يوم،
هاد السيد راه مدمر، هاد السيد راه تعداو عليه بزاف، واحسن تمشي للبلاصه فين كيسكن، واحسن وغادي تمشيو تشوفوا منين شدوه، وغادي تشوفوا منين جروه، وغتشوفوا الحوايج ديالو حاليا لقاتهم مرطوب الواد، حيدوا لي السليب والسروال علقوه تما ان شاء الله اختي غادي نجيو منين جروه. وداو ليه الفلوس، قالت لي مرطو عنده 4 مليون في الجيب ما قادرش يحطها، وكانت عنده في الجيب ديالو. اختي قلتي لنا في الاتصال بان حاليا الاولاد اللي كاينين في الدار راه خايفين يجلسوا بوحدهم غير الجيران اللي جاوا عندهم. خايفين قسما بالله، كون مشيتو دابا الى عيطوا على الجيران اللي جالسين معاهم، لحقاش ما شدوهمش، ما شدوهمش دارميه، راهم طلعوا منين داروا لي هكاك طلعوا فوق واحد الجبل وكيديروا له كيضحكوا عليه من الفوق. عيطوا جدارميه لمو، جات امو عطات الاقوال ديالها في جدارميه ومشات رجعت للدار، لا علاقه، واللي بغى يموت يموت. واش هاد، واش هاد بنادم واش مش واش واش واشنو راه انسان وعندو العروسه وعندو الاولاد عندو العزاره وتكرفسوا عليه؟ ها منين كيغوت بنادم كيمشي كيشكي كيدير الشكايه كيهرب عند المخزن، وهرب عند المخزن طلب الشكايه ودار الشكايه الثانيه، ما كاين والو، قالوا له حتى نشوفوا علاش غنخرجوا، ها هما شافوا علاش غيخرجوا، ها هما شافوه دابا وما قتلوه دابا وتكرفسوا عليه. صافي صافي الرساله، الرساله اختي وصلات، الرساله ديالك وصلات، ونتمنى ونتمنى ان شكرا تحياتي اختي فاطمه. كلمه اخيره سي ايوب، شنو بغيتي تقول لنا اخويا على هادشي سمعتي من عندك؟